بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية مصر للتنس الأرضي تحييكم. النهارده معانا معلومة بسيطة وصغيرة وجميلة اسمها التحكيم والحكم. إيه هو ودي تربط برضه مننا إن إيه هو التحكيم هو الحكم. فيما يتعلق بالبطولات في رياضة التنس الأرضي فهناك كما هو الحال في كل الألعاب حكم. يعني إحنا في كرة القدم عندنا حكم واللايزمان ولايزمان، وده على الوينج على الرايت وده على الوينج ليفت. يعني بيبقى كل واحد بيبقى واخد خط من الخط اللي هم حكام الخط في كرة القدم، وفي حكم اللي هو في النص اللي هو بيجري مع اللاعب، ده الكلمة بتبقى ليه. يعني ممكن اللايز مان يرفع الإشارة لكن الحكم صفر، بيبقى يعتبروها خلاص تمام، أو لما يخشوا في جدال بعد كده ده موضوع تاني. ولكن احنا بنقول إن الكلمة الأخيرة والنهائية لمين؟ للحكم اللي هو بيجري مع الكورة. كذلك الأمر عندنا في التنس نفس النظام، عندنا حكام كتير بس احنا حكامنا أكتر من حكام كرة القدم. بتلاقي هناك في بشرط ان يكون في واحد قاعد على الكرسي بقى في النص، ده هو بقى الحكم الرئيسي. يبقى الحكم الرئيسي اللي هو واقف في نص الملعب على كرسي عالي هو ده الحكم الرئيسي لملعب التنس. يبقى نقدر نخرج نقول ان الحكم الرئيسي اللي هو قاعد على فوق في نص الملعب على كرسي عالي فوق، ده الحكم الرئيسي اللي هو له الامر والنهي في اللعب. بشرط ان يكون طبعا يكشف كل الملاعب من خلال هذا، يكشف الملعب كله من خلال هذا الكرسي. جميع ارجاء الملعب بالاضافه الى حكام مساعدين ليه بقى، حيث يتوجب وجود حكم عند طرف الملعب. يبقى عند طرف الملعب في حكم تاني، وبالتحديد عند الشبكه، في عند الشبكه يعني عند الشبكه كده حكم قاعد كده للكوره عشان اذا لمست الشبكه او اي حاجه يبقى عينه قويه على الشبكه. وبرضه هيدي الاوردر لمين؟ للحكم اللي فوق، يقول له لمست، يقوم الحكم اللي فوق ياخد بكلامه او يشوف هيقول ايه حسب. طيب وحكمين بنهايه الملعب، يعني من الناحيه دي حكم ومن الناحيه دي حكم. القاعده بقى عند البيز لاين كده خلف كل لاعب تلاقي فيه حكم، وعند الابتداء في اللعبه يمنع اي لاعب الحكم اللي ورا دايما ما بيخليش اللاعب ياخد اي معلومات اثناء اللعب. احنا بنختلف عن اي لعبه، لعبتنا هاديه جدا، ما دام بنلعب يبقى الملعب كله هادي ومفيش اي حد يسقف ولا اي حاجه، وكل اللاعبين كانوا مركزين وحتى الجمهور نفسه مركز مع اكنه بيلعب مع اللاعب في الملعب. طب دور الحكم اللي هو خلف الملعب على طول اللي هو ورا اللي في خط البيس لاين ورا ب 6 متر، ده قاعد بيبص على ان اي حد يحتك باللعيب يتكلم معاه يمنعه، او اي حاجه او الكوره لمست تاتش ذا لاين اللي هو البيس لاين اللي ورا خالص لمسته او لا، ده الحكم اللي ورا. كذلك الحكم اللي ورا اللاعب اللي هناك نفس النظام، والحكم اللي في النص اللي قاعد الشبكه عينه على الشبكه كده هو قاعد بيبص للشبكه بالذكاء ان هي بتلمس الشبكه، والكلام النهائي لحكم الكرسي. يبقى اذا نقدر نخرج بمعلومه ان الحكام كلهم في التنس كلهم ياخدوا المعلومات ويقولوها لحكم الكرسي كذا كذا، ولو حكم الكرسي حب ياخد المعلومه يقول له جت او ما جتش بيكلمه، ما جتش يقول رايه النهائي على طول ان او ما جتش او لمست او الكره بره او ده كلمه الحكم. شكرا.